وألف رحمة ونور على روح الكابتن صفوت. ونشوف في هذا التقرير الصوتي اللي كانت أعدته قناة الأهلي من قبل وبثته من تقريبا من سنتين استعراض لمسيرة حياة صفوت عبد الحليم. صفوت عبد الحليم أو المايسترو الصغير كما أطلق عليه عشاق الكرة الأهلاوية، شبهه كثيرون بالمايسترو صالح سليم لأن له لمسات ساحرة ومراوغات رائعة وتمريرات قاتلة. من مواليد أكتوبر عام 1951 انضم للنادي الأهلي عام 1966، بدأ حياته الكروية في مدرسة الظاهر الإعدادية ليصطحبه ابن ناظر المدرسة إلى اختبارات النادي الأهلي، مع أول لمسة للكرة استدعاه الراحل الكابتن محمود الجهري، وكان حين ذاك يعمل بقطاع الناشئين، وطالبه باستقدام الأوراق الخاصة به ليتم قيده في صفوف الناشئين تحت 16 سنة الذي كان يدربه الكابتن مصطفى حسين. موسم 1968 كانت مباراة الأهلي أمام الزمالك في الناشئين، وفاز الأهلي وقتها بثلاثة أهداف لصفر، وحرص الكابتن عبد صالح الوحش مدرب الفريق الأول على مشاهدة هذه المباراة ليتم تصعيد عبد الحليم للتدريب مع الفريق الأول بعدها، ليتواجد برفقة نجوم كبار أمثال الشيخ طه إسماعيل، ميم الشربيني، مروان كنفاني، ليشارك مع الأهلي في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول أمام الجيش العراقي يوم 2 إبريل عام 1968. ورغم تألق عبد الحليم مع الأهلي إلا أنه لم ينضم للمنتخب الأول كثيراً، وشارك معهم في مبارتين فقط، والغريب أن المرتين كانتا أمام ألمانيا. عام 1982 أعلن صفوت عبد الحليم اعتزاله كرة القدم محققا 8 بطولات للدوري وثلاث بطولات لكأس مصر، ليتجه بعدها للعمل في قطاع الناشئين في الأهلي لمدة 15 سنة ومدرب عام في الفترة التي تولى فيها الكابتن عبد صالح الوحش رئاسة الأهلي عام 1990. عام 1991 سافر إلى السعودية مساعدا لمحسن صالح في الفريق الأول لنادي الوحدة بجانب تدريب الناشئين، ثم عاد مجددا للأهلي حتى عام 2005 ليظل عبد الحليم أحد العلامات البارزة في تاريخ النادي الأهلي.